بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نتكلم ان شاء الله النهارده عن خطوات عمليه عن ماكينه السي اف اي. اتكلمنا المحاضره اللي فاتت بشكل عام. النهارده هنشوف ان شاء الله فيديو وهنشوف صور عن ترتيب خطوات العمل بماكينه السي اف اي. في البدايه انت بتروح عشان بترتب شويه ترتيبات في الموقع قبل المكنه ما بتيجي. الاول بتجيب توتال ستيشن، تحدد اماكن كل خازوق في مكانه بالظبط. تاني حاجة بتحط سيخ حديد 30 سنتي تدقه في السنتر لاين بتاع الخازوق، تحط جنب السيخ ده وكيس فيه ورقة مكتوب فيها رقم الخازوق، ولو فيها تكتب فيه بيانات عن الخازوق ولا حاجة، وبتدفنه بشوط رملة جنب الخازوق عشان لما تيجي تنفذ بيبقى انت التوتال ستيشن محدد لك اماكن الخوازيق بالظبط. تيجي ماسك احنا كده هننفذ الخازوق مثلا رقم 1 او رقم 3 او رقم 6 ايا كان. تمام، تعال نشوف الخطوات دي مع بعضنا بالصور. قبل حضور ماكينة الحفر يتم تهيئة الموقع للماكينة، ونقوم باحضار عدد من اسياخ الحديد بطول 30 سنتي ليتم غرسها مكان الخوازيق للدلالة على مكانها. ايضا قبل حضور الماكينة لابد من تجهيز المون المستخدمة في تثبيت الاسياخ، حيث يتم وضع كمية من المونة حول كل سيخ من الحديد بعد غرسه اسفل سطح الارض مسافة 20 سنتي، حيث تقوم هذه المونة بتثبيت السيخ ومنع حركته. تمام، كما يتم الاتفاق مسبقا مع العمال التي ستقوم بعملية تقليب المونة وغرس الاسياخ. طبعا بتتفق معاهم، بتجيب العمال تعمل لك الكلام ده قبل المكنة. برضو ما بتيجي بتبقى انت مجهز التقفيص الحديد، تبقى مجهز التقفيص الحديد بتاعة كل خازوق، تبقى جاهزة للشغل على طول، بحيث ان خلاص المكنة جات. المكنة دي احضارها مكلف جدا فما ينفعش تنتظر. تاني حاجة بتبقى مجهز مقاول او عمال تنقل لك ناتج الحفر بتاع الخازوق لمكان بعيد عن الموقع. تعالوا نشوف بالصور الحاجات دي بالتفصيل. ده توقيع الاحداثيات باستخدام جهاز التوتال ستيشن. ده جهاز التوتال ستيشن اللي قدامك ده، ده هنا كده بيحدد لك مكان كل خازوق. هنا برضو تعالوا نشوف الصورة التانية. العامل بيدق مكان الخازوق بالظبط اللي حددته بالتوتال ستيشن، بيدق لك سيخ حديد بيحدد لك فيه مكان الخازوق بالظبط. وتلاحظ ان الارض محفورة حفر ابتدائي، حفر بسيط كده اللي هو منسوب الحفر الابتدائي. تمام، بتيجي المكنة زي ما انت شايف اهو، بتظبط المكنة، ضبط الماكينة على مركز الخازوق. دي المكنة زي ما انت شايفها اهي، دي اسمها البريمة اهي، البريمة اهي. بتيجي تحط سنتر البريمة بالظبط على السيخ الحديد اللي محطوط في الارض، وبتبدأ المكنة تحفر على طول على سيخ الحديد من فوق. تمام، يبقى انت عندك البريمة اهي، بتسامت البريمة على السيخ الحديد اللي انت حاطه تحت بالشكل ده اهو، وتبدأ عملية الحفر. تبدأ البريمة دي تدور. البريمة ده طبعا بيبقى قطرها مساوي لقطر الخازوق المراد عمل. بتبدأ تحفر معاك البريمة وهي شغالة معاك على طول. البريمة دي اللي هي ايه بقى؟ كيفية عمل الماكينة. تتكون ماكينة السي اف اي من موتور يسمى روتري. موتور بيبقى فوق خالص، فوق البريمة دي من فوق، فوق المكنة من فوق، بيبقى فوق من هنا كده. الموتور ده هو اللي بيدور لك البريمة دي، معلق في اعلى الماكينة ومتصل به البريمة، حيث يقوم الموتور بدوران البريمة التي تقوم بالدوران في التربة وتفتيتها، وتعمل ثقب بقطر البريمة. يجب ان يكون قطر البريمة مساويا لقطر الخازوق. دي البريمة اللي قدام حضرتك شايفها اهي. البريمة دي بيبقى فيها ماسورة مجوفة اللي هي دي، من اول البريمة من فوق خالص لحد تحت. البريمة دي بتبقى مجوفة، دي الغطا ده بيبقى اسمه الطبة، طبة البريمة، بيبقى مسدود هنا كده. الطبة دي بتبقى مربوطة انا اسف بسلسلة حديد، السلسلة اهي
تمام. الطبة دي بتبقى مقفولة أثناء حفر البريمة، البريمة وهي نازلة بتحفر في الأرض، الطبة دي بتبقى مقفولة تمام. لما بقى بخلص حفر، المفروض أنا ما ب... ما... لما بخلص حفر البريمة بتبدأ تحفر في الحفرة كده، وبعد ما بتخلص حفر البريمة مش بتطلع وبعد كده بتصب، لأ ببدأ أدخل خرسانة جوه البريمة دي، ببدأ أدخل خرسانة جوه البريمة دي، بتخش من جوه الماسورة المجوفة دي وبتبدأ تصبي لي الخازوق بتاعي واحدة واحدة. طيب الطبة دي بتبقى قافلة البريمة دي، الخرسانة طبعا بتيجي بتدفع الطبة دي بعيد وبتبدأ تصب معايا، والبريمة بتبدأ تطلع معايا واحدة واحدة، كل الخرسانة ما تملى الحفرة تبدأ تطلع معايا واحدة واحدة البريمة زي ما هنشوف. وبالسلسلة دي بسحب البريمة، الطبة بتتسحب معايا عشان ما تروحش في الحفر أثناء العمل تمام. مقاومات البريمة، البريمة عبارة عن ماسورة مجوفة بها من أسفل من الناحية التي بها من أسفل من الناحية التي تقوم بالحفر عنصرين. العنصر الأولاني الأدمة، عبارة عن أسنان مدببة تقوم ببدء عملية الحفر لتسهيل نزول البريمة في اللي هو السن بتاع البريمة. الحاجة التانية اسمها الطبة، الطب عبارة عن غطاء الماسورة المجوفة وهو مربوط بسلسلة حتى يمكن الحصول عليها بعد تركه للبريمة بسبب ضغط الخرسانة القادمة من البمب زي ما قلت لك بالظبط. حيث تقوم الماكينة بالحفر حتى العمق المطلوب، البريمة بتقوم بالحفر لحد ما توصل للعمق المطلوب، ثم بعد ذلك نقوم بتوصيل خرطوم الخرسانة اللي هو اللي جاي من عربية الخرسانة أو من البمب بأعلى البريمة في البريمة من فوق، ثم نتيجة ضغط الخرسانة الناتجة من البمب يتم خلع الطبة الموجودة في نهاية الماسورة، وتتدفق الخرسانة من الماسورة، ثم أثناء تدفق الخرسانة نقوم بسحب البريمة، وسحب البريمة ده بيبقى واحدة واحدة، نسحب البريمة واحدة واحدة عشان ما يحصلش اختناق للخازوق، ما يخشش كمية أتربة جوه الخازوق. ولا بد ان يكون معدل السحب اقل من معدل ضخ الخرسانه حتى لا تنهال التربه داخل الخازوق، بحيث تظل البريمه مغموره في الخازوق تمام. صوره توضيحيه اهي، بتيجي المكنه زي ما انت شايف كده، في هنا كده من فوق اللي هو الروتر اللي بقول لك عليه، دي البريمه اهي، البريمه بتنزل تحفر، حفرت خلصت حفر اهو، ما بتطلعش بقى لا، وهي طالعة تبدأ تصب، ما بتسيبش الحفرة فاضية كده، وهي طالعة تبدأ تصب، الخرسانة بتجيلها من هنا كده تخش كده تبدأ تصب واحدة واحدة، وهي طالعة صبت وخلصت بتبدأ تدخل انت القفص الحديدي بتاعها. أثناء الحفر يجب مراعاة الآتي، يجب التأكد أول حاجة من رأسية بريمة الحفر اللي هي دي الرأسية، لأنها قد تميل أثناء العمل، وطبعا مفيش الخازوق مش هيبقى مايل، وإذا حدث ولاحظت بالنظر ميل البريمة يجب ضبط رأسيتها مرة أخرى، ويحدث ذلك عن طريق ميزان مثبت داخل كابينة ماكينة الحفر، في ميزان جوه جوه ماكينة السي اف ايه بيظبط رأسية البريمة بالظبط، أو باستعمال التوتوليد، وفي هذه الحالة يجب استعمال التوتوليد من نقطتين مختلفتين متعمدتين على بعض. تمام، نقطة هنا كده ونقطة هنا كده، شوف المكنة رأسية كده في الاتجاه ده، والنقطة دي تشوفها رأسية في الاتجاه ده تمام. ده كان الفيديو، دي مكنة السي اف ايه اهي اللي قدام حضرتك دي اهي بالشكل ده، ده الخرطوم اللي هو بيبقى واصل للبريمة من فوق اللي هو بيضخ الخرسانة في البريمة، دي العربية بتاعت الخرسانة اهي بترمي الخرسانة في البمب، والبمب بيجي ضخخ الخرسانة جوه البريمة وبتبدأ عملية الصب بتاعي. طيب عايز أقول لك بقى على حاجة مهمة، خلينا نتكلم عن الموضوع ده في الحلقة الجاية، نتكلم إن شاء الله عن حاجات مهمة نكمل بيها ماكينة السي اف ايه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإيه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.